أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل يبين قوة حكومية تقوم بالجري والتدريب، وهي تقوم بترديد شعارات تمجد بقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، والذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد العام الماضي لأنه كان مصنفا على قوائم الإرهاب العالمية. هذا المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل أثار غضبا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط العراقيين. التسجيل يطرح تساؤلات كثيرة حول ولاء القوات الحكومية التي يفترض أن تهتف للعراقي وحده خلال التدريبات، لا أن تهتف لقيادات أجنبية متهمة بالإرهاب. فلنتابع. اشكر حج قاسم ما قصرت ويانا، اشكر حج قاسم ما قصرت ويانا. تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي، نتابع على منصة فيسبوك رجب شعبان قال: الخزي والعار على وزيري الدفاع والداخلية إلى يوم الدين. يقول أما سوزان فقالت: إذا قوة أمنية يشكرون واحد شان يقاتل بلدهم أثناء الحرب العراقية الإيرانية، لعد نقرأ على البلد السلام. أما أبا الحسن فيقول، وأخو عماد يقول: مستعد لمواجهة الفصائل المدعومة من إيران، يعني مسرحية بكل ما تعنيه الكلمة وضحك مجاني. أما علي عمر فيقول: يابا الجماعة، يمكن أبو مطعم قاسم أبو القاص اللي موجود في بغداد يقول كان عازمهم ومن طلعوا ورد رادوا يشكروه بهاي الطريقة، ليش أنتوا تظنون بهم السوء؟ يقول بطريقة تهكمية وسخرية. نعم، نذهب إلى موضوع آخر وفي العراق، حيث قامت القوات الحكومية في محافظة ديالى منذ أيام بتجريف بساتين ناحية جلولة بمنطقة زور الشيخ، وهي قالت بأنها تبحث عن دواعش. يقال بأن أعدادهم لا يتجاوز 15 عنصرا كما رصدتهم كاميرات المراقبة وشهادات السكان من أهالي تلك القرى. هذا التجريف وحرق البساتين ليس الأول، ويبدو بأنه ليس الأخير، حيث تعاني بساتين ديالى من التجريف والحرق بسبب حجة محاربة الإرهاب. ديالى معروفة بأنها مدينة البرتقال. دعونا نتابع هذا المقطع. يا دار أين الساكنون، يا دار أين الساكنون، وأين ذياك البهاء وذلك الإعظام. يا دار مذافلت نجومك عمنا، والله من بعد الضياء ظلام. يا دار أين زمان ربعك مونقا وشعارك الإجلال والإكرام. يا ليت شعري كيف حال أحبتي وبأي أرض خيموا وأقاموا. يا غائبين وفي الفؤاد لبعدكم نار لها بين الضلوع ضرام. نبقى في محافظة ديالى، ويعاني نهرها من الجفاف بسبب السدود الإيرانية التي حرمت المحافظة من المياه، الأمر الذي انعكس سلبا على الحقول الزراعية والبساتين في ديالى التي كانت تعد سلة غذائية لمختلف المحافظات العراقية. دعونا نتابع لقطات من جفاف نهر ديالى. أخوان صيادين، أبا نهر ديالى نشف. أدري يعني مو بس نشف، شوف المحافظة ديالتي أدعي ما كيجي مسؤول هنا يشوف يفاوي زين فانان حلال المعدان حلال ما هم سيموت ملا مي خطية ما أبا الأخير نشف ما بيه مي يعني لا قلت لك لا تقول لي يعني ديالي نشفت
اجينا كسر ان نجي نتونس قعود على الشاط شرب نرجيله شرب شاي هسه راح نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول تجريف وجفاف نهر ديالى. أسوار قالت: خرق مواثيق دولية وتخاذل وعمالة من الجانب العراقي الفاشل كما وصفت المتآمر ضد العراق. أبو حسني يقول: عجبي إيران تسد على العراق الماي والعملاء يمجدون بإيران ويعتبرونها دولة إسلامية. يقول: وين الإسلام بالموضوع؟ أما عصام العاني فيقول: إيران تتحكم بكل شيء بالعراق مو بس بالمياه. إبراهيم قال: غير ربحهم قابلين وما يحتاجون، خل إيران تشبع سياحة وما وإحنا طبنا مرض، أهم شيء الخميني يقول. نذهب إلى موضوع آخر في العراق. في الوقت الذي وصل سعر كيلو الطماطم في السوق المحلية في العراق بين 2000 و 2500 دينار عراقي في ظل فتح المنافذ الحدودية بوجه السلع الإيرانية، يتم غلق السيطرات بوجه إنتاج مناطق إقليم كردستان العراق والمحافظات العراقية. في المقطع التالي الذي سوف نشاهده لفلاحين وتجار يقومون بإلقاء أطنان من الطماطم في الأودية الجبلية وإتلافها قرب سيطرة كركوك بعد عدم السماح لهم بدخولها إلى العاصمة بغداد. فلنتابع. شوف 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 مباشر راح يصير كيلو بثلاثة. 17 سيارة، أقل سيارة 17 طن. يعني هذا اللي يخسر له 15 مليون 16 مليون هذا بالقليل. هاي كل سيارة عباده ليش مو نعمة الله؟ شنو ذنب الفقير يشتري الطماطم بألفين ونص بألفين حتى لا بألف ونص؟ منين يجيب؟ بس قل لنا يلا منين يجيب؟ ليش يتشاف؟ نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. عبود العراقي قال: كل هذا بسبب مزارع الكفيل وشركات العتبة التي باتت تحارب كل من ينافسها. يقول: تسميم الأنهر وقتل الأسماك، قتل مزارع النخيل، محاربة التجار في بغداد والشمال، كلها بسبب تجار العتبة المقدسة الذين يريدون احتكار السوق لهم. يقول: اسألوا التجار وسوف يقصون لكم قصصا تبكي الصخر. أما سكينة فقالت: حرام هيش تنشمر لو تتوزع، تقول على الفقراء والنازحين، هم الله يفتح لكم ويعوضكم. أما عمار التميمي فقال: كل دول العالم قامت بدعم شعبها اقتصاديا في ظل جائحة كورونا إلا العراق، قامت برفع سعر الدولار وأوقف كل الاقتصاد والعمل وأغلق المنافذ الحدودية ومارس كل سياسات تجويع الشعب العراقي. الآن حركة الأسواق والعمل كلها متوقفة منذ 3 أشهر. من المستفيد يقول من فرض هذا الحصار على الشعب المظلوم؟ أما أم عبدالله فتقول: أهم شيء يفتحون الحدود لبضاعة إيران، هم هذا اللي يريدوه، لأن ما حد يمشي أو يمشي منتجاتهم غيرنا، ما حد يمشي منتجاتهم غيرنا، تقول أم عبدالله. نذهب إلى محافظة البصرة، حيث يواصل خريجو كليات الهندسة في المحافظة من اعتصاماتهم أمام مصفى الشعاب النفطي للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الشركات والحقول النفطية. فلنتابع. ذلك استمرارا بنا بالمظاهره السلميه لحين تحقيق مطلبنا والحصول على مطلبنا، وهو التعيين واستجابه وزاره النفط لنا المتمثله بوزيرها احسان عبد الجبار وشمولنا بالعقود الوزاريه على وزاره النفط. احسنت. نحن مهندسين محافظه البصره مظاهرين من 8 اشهر راح نصل بشهر 9.
مظاهرتنا شملت جميع الشركات النفطية، جميع الشركات النفطية في محافظة البصرة. نحن مهندسين بجميع التخصصات الهندسية، هو مطلبنا عقد على وزارة النفط واستثنائنا من الاستمارة الإلكترونية الذي وعدنا بها السيد وزير النفط. نحن مظاهراتنا سلمية بحتة، لم نتجاوز، لم نقطع، لم نحرق. ومن تفاعل الجمهور العراقي حول بقاء آلاف من الخريجين من كلية الهندسة وغيرها من التخصصات بلا وظائف وبلا عمل، رقية تقول الله أكبر على الحكومة، يعني هندسة تعبوا ودرسوا وتالي يقابلون الحيطان. تقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. أبو حسان يقول والله لو يتظاهر الشعب 100 سنة أخرى لن يحصل على شيء من هذه الحكومة. محمد يقول ومن تطلع الشباب تتظاهر يسموهم جوكرية، هاك استلم مهندسين وما إلهم تعيين. حسين يقول الله ينتقم من كل ظالم ومن أحزابكم الفاسدة. نذهب إلى أنفوغراف. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الضوء على رز العنبر المعروف في العراق وفي اللهجة العراقية، يسمى الرز بالتمن، تمن العنبر. التحديات التي تواجه زراعة هذا الرز في العراق نشاهده في هذه المادة المنتجة من قناة الرافدين. العنبر قبل ما يكون طعام فهو تراث، تراث الأجيال القديمة، تراث تغازل به الشعراء والكتاب. أهدى عشر ساعة ظل الكهرباء تشتغل أساساتي، كل نقصة هو من الماء والسمد، يعني ما يطلعنا ماء. معين يوم يلا يستلمون من عندنا، 30 يوم مرات يلا يستلمون يطب الحاصل جوا. وين محتكرين يا جماعة؟ لا تصدير ولا معجنون، مو مثل قبل المبيدات بلاش، السماد بلاش. عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين وصلتنا رسالة جاء فيها: نحن خريجو قسم هندسة النفط في كلية الهندسة للأعوام 2018 و19 و20 من أبناء محافظة القادسية، والذي يبلغ عددنا 22 مهندسا ومهندسة نفط. لدينا مصفى الشنافية وشركة توزيع منتجات النفط ودائرة الخطوط والأنابيب التي تستوعب سنويا عشرات الدرجات الوظيفية والتي تعاني من النقص في مهندسي النفط. نحن نعلم من خلال أو نعلم من خلال الموقع الرسمي لوزارة النفط والغاز بإطلاق درجات وظيفية، وعلى لسان الوزير أحسان عبد الجبر. لماذا لا يتم استيعاب أعدادنا ونحن أحق من أي شخص، كوننا الفئة المظلومة التي عانت من ظلم واضطهاد الحكومات المتعاقبة، وكذلك نعاني من المحسوبية والمناطقية كون محافظتنا غير منتجة للنفط ولا يمكننا العمل في غير محافظة من محافظات العراق. نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا.
نذهب إلى الهاشتاج. أطلق مغردون عراقيون على منصة تويتر واسم رمضان يقترب والفقير ينسلب في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والذي تشهده الأسواق المحلية، وذلك بعد خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الأمر الذي سيفاقم من معاناة المواطن والآثار الاقتصادية خلال شهر رمضان. دعونا نتابع بعض من التغريدات تحت هذا الوسم. آية غررت وقالت: بلد بلا صناعة محلية وسط أحزاب تنهش خيرات وقطاع خاص ميت سريريا مع ارتفاع الدولار، حال المواطن من سيء إلى أسوأ بفعل من قدموا من خارج البلاد وحكمونا دون أن تكون لهم خطط سوى افتراس الخيرات. أما أحمد فقال: أسعار المواد الغذائية مرتفع وشهر رمضان لم يبقى له الكثير، أين يذهب الفقراء؟ ما موقف وزارة التجارة من هذه الزيادة؟ ولماذا لم تفعل شيئا للآن؟ أما منار فغررت وقالت: أهملتم الصناعة ودمرتوا الزراعة وهدرتم الأموال وسرقتم الخيرات وقتلتم الكفاءات وجوعتم الأطفال ورملتم النساء، فلا عجب إن رفعتم سعر الدولار لتخفضون به سعر الحياة. علا غررت وقالت: فقط في العراق يتم استغلال التجار والأحزاب السياسية للشعب برفع أسعار الغذاء والسلع الأخرى وهم على علم بمدى الفقر الذي يسود أغلب سكانه. نذهب إلى القصص المنوعة. للعام الثاني على التوالي تغيب طقوس رمضانية عن الحرمين الشريفين. بروتوكولات جديدة لطقوس رمضان في الحرمين لنتعرف عليها مع تقرير لموقع الخليج أونلاين، فلنتابع. طفلة عراقية في الثامنة من عمرها قامت بتأليف كتاب عن جائحة كورونا باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك للمساهمة في زيادة توعية الأطفال عن هذا الوباء. بقية القصة مع تقرير لموقع الجزيرة نت، فلنتابع. هذا الكتاب حتى الطفل يعرف شلون يحافظ على نفسه من هاي الفيروس كورونا المحلو. داخل بالكتاب رسومات وهواي اشياء على هذا الفيروس كورونا، اجاب الالف ونخلي عربي ونخلي انجليزي حتى الطفل اللي يعرف عربي يقرأ بالعربي، اللي يعرف انجليزي يقرأ بالانجليزي. Thank you.
والدتها اكتشفت انه هي خواطر مالتها بدأت تصير بمستوى انه ممكن انه يصير يترجم على شكل كتاب يجاوب على أسئلة الأطفال اللي بعمرها اللي هي نفس الأسئلة، انه احنا ليش باقين بالبيت، ليش ما نطلع. طبعا كتابة الكتاب هو كان بنسبة 100% هو كتابة منار اسلوبها، لكن بالنسبة للمواضيع المعلومات الطبية طبعا هو جدها طبيب وعمتها وعمها أطباء، فساعدوا أنه المعلومات الطبية تكون صحيحة. طفلة ما شاء الله ذكية ومتفوقة، نتمنى لها كل النجاح والتوفيق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.